عبد المنعم الكبيسي رجل تعجز لوصفه الحروف، مؤسس ومشرف حملة ارحموا ترحموا للمواقف رجالها. تظهر أفعال الصادقين في الأزمات ويتقدم الفعل على القول، مواصلين الليل مع النهار، قاطعين أوعر الطرق وبعدها، حاملين هموم المستضعفين لأنهم للمسؤولية أهل. منذ البداية لازمته شجاعة الكرماء وعرف بها وذا عصيته، فكان من أوائل المشمرين عن السواعد والداعمين للفقراء والمساندين للمرضى، فعرفه القاسي والداني وأشاد به الأخيار. رحلة النزوح مطلع 2014، ومع بداية كارثة نزوح شمر شيخ عن ساعديه وقطع العهد على مؤازرة المشردين، فطاف الهياكل والمدن وشد الرحال إلى المخيمات، فكان في مقدمة القوافل حاديا للإغاثات. طاف معظم المخيمات، ساند عموم النازحين وقدم أهم المستلزمات، مؤن غذائية، مستلزمات طبية، ملابس وأدوات منزلية وكل ما يحتاجونه، وفي أغلب مخيمات العراق. فآزر مرضاهم وأعان الأيتام وسكنت الهياكل حتى وصل أبعد زاوية يقطنها محتاج. حقبة جديدة. ومع بداية عودة النازحين لديارهم، كان الداعم الأول عبر حملة نقل العفش بالمجان، فعاد آلاف الأسر من كركوك وإقليم كردستان إلى الأنبار وباقي المحافظات، لتنطلق بعدها حملة تسقيف المنازل المتضررة، وتستمر كفالات الأيتام وعلاجات المرضى ودعم المتعففين وأصحاب الدخل المحدود وطلبة الأقسام الداخلية، وتواصل توزيع كسوة العيد وإطلاق حملة سقيا الماء وحفر عشرات أبار المياه وحملات الإفطار. الكورونا. وما أن حل الوباء وأغلقت المنافذ وتوقفت الأعمال وتقطعت السبل بالفقراء، حتى كان الشيخ أول المنتفضين لنجدة المحتاجين، فجاب أرض الفلوجة ذرعا وأوصل المؤن للمنازل وقدم أدوية الأمراض المزمنة وكل مستلزمات الوقاية لدرء الأمراض حرصا على سلامة الجميع. مناد للمعروف. صدح صوت نداءاته لإغاثة المستضعفين، فلبى نداءه الكثيرون، فكان قدوة للأخيار وحاديا لركب المعروف وقائدا في خوافل الإنسانية، فسد رمق الجياع لاجتياز المحنة وطرد شبح العوز، فكان رجلا بأمة. نشكر لكل من ساهم معنا بهذه الحملة، ونشكر كل من وقف معنا معنويا أو ماديا أو بالدعاء، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. إنه الكبيسي الشيخ الوقور عبد المنعم شاكر الفياض، مؤسس ومشرف حملة ارحموا ترحموا، لا تنسوه من خالص دعائكم.